وجه رئيس الوزراء مصطفي مدبولي بالإسراع في أعمال الإزالة لمنطقة المدابغ تمهيدا لبدء أعمال التطوير. جاء ذلك خلال تفقد رئيس الوزراء مصطفي مدبولي لمنطقة المدابغ بسور مجرى العيون لمتابعة المستجدات المتعلقة بالإزالات بعد نقل ورش الجلود إلى الروبيكي، حيث أكد توافر الإرادة السياسية لإنجاز ملف تطوير القاهرة وتعويض المتضررين. وتأتي عملية تطوير منطقة المدابغ لإحياء تراث القاهرة التاريخية وإقامة منطقة الثقافة والفن ومنطقة للخدمات الترفيهية والسياحية أيضاً.